ماضي ساعتين في مواكبة يومية دائما لمختلف المستجدات والأحداث والأخبار والملفات لتم شأن العام الوطني والمحلي. نذكر أنه تسمعونا في صفاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5. نجم تشاهدونا في المباشر بصوت وصور على باج فيسبوك ديوان فامي. رافقوني في التعليق والتحليل والنقاش على امتداد هذا العدد من برنامج هنا تونس جوهر بن مبارك خليل عباس وحذامي محجوب. وتلتحق بنا الآن الزميلة رباب فرجاني لتقديم فقرة روتروفيزور. مرحبا رباب. مرحبا محمد. مرحبا حذامي خليل وجوهر. كيف العادة باش نرجع لأهم الأخبار اللي صارت البارح وخاصة اللقاءات اللي قام بها رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح اللي كانت أولها مع توفيق شرف الدين وزير الداخلية، وانتم التأكيد على أنه المرافق العمومية تابعة للدولة وشدد على ضرورة معاملة جميع المواطنين على قدم المساواة في إطار القانون. قال أنه لا سيما في ظل محاولة بعض الجهات السياسية تأزيم الوضع عكس الإرادة الشعبية، هذا حد تعبيره. كيف كيف موضوع إسناد الأراضي الدولية بعقود مبرمة بالرشاوي لأشخاص بناء على انتمائها لأحزاب كان محور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير أملاك الدولة وشؤون العقارية محمد الرقيق. كما قال أنه من ينادون بالحوار متورطين في القضايا هذه، وهذا شنو قال تحديدا. شخص لديه من القضايا ما لا يكاد يحصى ويعد، هذا الشخص أسندت إليه أرض بمقتضى عقد يعود إلى 30 جوان 2020. هذه الأرض تمسح 147 هكتار في ولاية بن عروس بكم؟ ب 27,000 دينار في السنة الواحدة. هذا السلاء والنهب لأملاك الدولة يجب أن ينتهي، أن يتم وضع إطار قانوني لاستغلال هذه الأراضي من قبل الأهالي، من قبل الشباب، من قبل المتسكنين في تلك المناطق، من وزارة أملاك الدولة ومن النيابة العمومية أن تقوم بدورها في استرجاع هذه الأملاك. وبعد ذلك يتحدثون عن حوار وطني، مع من الحوار الوطني؟ مع الغلابة ومع المساكين أم مع الذين استولوا على قوتهم لأنه ينتمي لحزب معين ويعطي الأموال لحزب معين؟ ليس هناك حزب خارج القانون، وليس هناك أي تنظيم خارج القانون، وليس هناك أي شخص يمكن أن يتعلل بانتمائه لحزب أو لتنظيم آخر. حتى من ينادون بما يسمى بالحوار متورطون في هذه القضايا. كان هذا مقتطف من تصريح لرئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد يوم أمس. الفيديو كان هبط على باج فيسبوك التابعة لرئاسة الجمهورية الصفحة الرسمية. خليل عباس، كيف نفهم هذا الموقف وهذه التصريحات؟ معناها 127 هكتار في ولاية بن عروس وفي واحدة من أهم الولايات في تونس الكبرى، نحكيه على أرض فلاحية كبيرة 147 هكتار بقديش؟ 27 مليون، يعني تقريبا الهكتار ب 184 دينار، يعني اللي هي سوم ديغيزوار، اللي هي معناتها. ويبدو أنه العقد تم إمضاؤه على 25 سنة محمد، يعني في السنة الواحدة يدفع 27 مليون ولكن العقد على 25 سنة. ويبدو أنه نفس السيد هذا مستحوذ على أسواق بلدية أخرى، يعني القضية متشابكة ومتعقدة. لكن هو السيد خليل اللي هو سوف يكشف عنه القضاء في الأيام القادمة. ما عندكش معلومات عليه؟ يعني ما عنديش معلومات واضحة على اسمه إلى آخره، ولكن يبدو أن القضية ما هيش مقتصرة فقط محمد اليوسفي على مسألة الأراضي هذه، ثم مسألة متعلقة بأسواق قد يكون العدد كبير جدا بتاع أسواق الأسبوعية للسيد هذا يملك. ولكن هاو السؤال الكبير محمد، الإشكال الكبير في تحديد قيمة الأراضي، يعني 127 هكتار ب 27 مليون، من يحدد قيمة الأراضي؟ وفي تونس تقريبا منذ 87 منذ 98 97 ما وقعتش مراجعة المسألة هذه. وقعت مراجعتها وقتاش؟ وقعت مراجعتها في 2019 مع وزير الفلاحة وقتها سمير بالطيب. ثم وقت اللي صار العقد هذا في 30 جوان دونك كانت حكومة الياس الفخفاخ، كيف لا وزارة الفلاحة ولا وزارة أملاك الدولة، وهي اللجنة اللي تقوم بمراجعة المسألة هذه تكون لجنة مكونة من وزارة الفلاحة ومن وزارة شؤون الدولة، ما قاموش بمراجعة
يعني قيمة الأرض اللي هي قيمة طبعا معناها ما نجموش معناها لوجيكمون 127 هكتار في بن عروس في منطقة فلاحية كبيرة ما تنجمش تكون كراءها ب 27 مليون. فالإشكال الكبير في تقديري هو في مراجعة المسألة هذه ومراجعة قيمة الأرض، لأنه معناتها ما زلنا في ليزاني 80. المسألة الأخرى المهمة محمد وأشار لها معناها رئيس الجمهورية متعلقة بإشكالية الأراضي الدولية، هذه إشكالية قديمة، المجتمع المدني عنده مدة كبيرة يطالب بإعادة النظر في المسألة هذه. ثم مقترحات، ثم قانون متاع اقتصاد اجتماعي وتضامني، ثم معناها أفكار أخرى تلازم تتعمل، ورئيس الجمهورية قال اللي مش يكون ثم نوع من الإطار القانوني الذي يعطي هذه الأراضي دورينافون في المستقبل للأهالي وللشباب. جار بن بارك، كيف تطالبون هذم الناس الذين يعارضون قيس سعيد اليوم بحوار وطني في الوقت اللي قاعدين نسمع في هذا الخور اللي في كل مرة يكشف فيه رئيس الجمهورية اللي يقولك هذوما الناس اللي اكلوا فلوس الغلابة، فلوس الفقراء، فلوس الشعب التونسي، أموال المجموعة الوطنية ومقدراتهم، اليوم طالبوني بحوار، أنا لا تحاور مع الفاسدين، يقول قيس سعيد. شوف، الأهم في هذا التصريح أن الصراع بين رئيس الجمهورية واتحاد الشغل بدأ يأخذ منعرج خطير وكبير، وأن رئيس الجمهورية يزداد يوم بعد يوم الذهاب نحو العزلة في علاقة بالمشهد المنظماتي، في علاقة بالمشهد المدني والمشهد السياسي، وفتح النار بشكل يعني غير مسبوق على اتحاد الشغل وذبابه الأصفر، خاصة في الأيام الأخيرة قاموا بحملات يعني تشويه كبيرة ضد اتحاد الشغل وقيادات الاتحاد. تصريحات الطبوبي اللي تحدثنا عليها البارح كانت أيضا منطلق لهذه الحملة، رغم أنه سبقها بيان مال فيه الاتحاد أكثر إلى رئيس الجمهورية، وذهب حتى في سردية السيادة الوطنية ومحاولة الخروج على منطق الصراع الديمقراطي نحو الصراع حول السيادة. ثم اتحاد الشغل بدأ في معاقله الرمزية يتحرك، والتصعيد ربما قادم في قادم الأيام. الاتحاد الجهوي بصفاقس يعلن على إضراب عام في القطاع الخاص. نعرف رمزية الاتحاد الجهوي بصفاقس في علاقة حتى بالصراع الداخلي داخل الاتحاد. صفاقس والاتحاد الجهوي هو مركز ومعقل للعاشوريين اللي عندهم ربما النظرة الأكثر نقدية للانقلاب اللي قام به قيس سعيد. هذا من جهة. من جهة ثانية، الملاحظة الثانية تتعلق بدقة المعلومات ومن أين يستقي رئيس الجمهورية هذه المعلومات. نبدأ بال 147 هكتار، هو صارت في وقت غازي الشواشي، وغازي قال أنه اليوم صرح قال أنه سيقدم يعني الوثائق والمعطيات اللي تفسر هذه العملية. آلاف الهكتارات، مش 147 هكتار ونعطيها لك من تو، آلاف الهكتارات، عشرات الآلاف من الهكتارات تؤجر سنويا بأسعار رمزية، لأنها تدخل في نطاق تشجيع الناس على استغلال الأراضي الدولية، خاصة الأراضي غير السقوية. راهي الأراضي غير السقوية تؤجر بأثمان رمزية وتعطى بالأساس من أجل تشجيع صغار الفلاحين أو صغار المستثمرين في قطاع الفلاحة من أجل أنهم يعني ينجوا. الملف هذا على عكس ما صرح به رئيس الجمهورية، ما فيهش فساد، ما فيهش شبهات فساد. لا أعتقد، لأني أعرف المعلومة اللي عندي هو ونعرفها من قبل، هو أن الأراضي الفلاحية غير السقوية تؤجر بألاف الهكتارات سنويا للناس بأسعار بأثمان رمزية في عقود طويلة المدى لتشجيع الاستثمار. أنا ما فهمتش الرابط في تصريحات رئيس الجمهورية بين ملف هذا الأراضي الدولية وبين الحوار الوطني. شوف، هو التصريح متاع البارح ثم نوع من النقلة النوعية في خطاب الرئيس. الرئيس أول مرة يعمل هكا شوط القدام ويبدأ قريب باش يسمي، معناه كيف يعطيك مثلا تاريخ
معناها شكون موجود في الـ في الـ في الـ على رأس الوزارة في اللحظة هذيك والحزب السياسي معناتها في عمل في 2020 في جوان على تقد ولا جويليا جوان في 2020 معناها يا ناس مشيو تعرفوا معناها سي فاسيل هذا قالوا. لكن انا نحب نعقب على شنو قال جوهر. صحيح ثم نوع من التهويل هو معناها هكتارات وناس ماخذتهم وكل شيء، ولكن هذا موجود وناس الكل ياخذوا هكتارات وياخذوا وهذا الدولة معناها هذا معمول به، ولكن أنا نتفق معك في الوحدة هذه اللي فما تهويل، ولكن هذه ما تتعطاش للفلاحين اللي يحبوا يخدموا الحاجة، تتعطى وتعطات وقت الترويكا وحتى قبل الترويكا وفي كل العهود تقريبا تتعطى باسم المحسوبية وباسم معناها المحاباة. معناها أنا نعرفك أنت نعطيك أنت الأرض نسبقك على قبل حد آخر، والدليل على ذلك الشخص المذكور اللي احنا توا رئيس الجمهورية ما ذكروش منش احنا باش نذكروه هنا في إذاعة، معناها نخليه القضاء لك الناس كل تعرفه هو اللي خذيه تلك الأراضي. لا إذا كان تعرفه ماذا بينا نعرفه، ما همش إشكال أن نقوله في الإذاعة. توي تعرف توي تعرف. لا أنا أعتقد أنه حتى حد ما يعرفه لرئيس الجمهورية. انا نعرفه اما ما نقولش، واذا كان حد يعرف ما دبي كلنا عليه. عندي ديونتولوجيا ونحترم القضاء وكل شيء معناتها هو راهو اعطينا الاحرف هو راهو الظاهر. اسمعني هو الظاهر انه رئيس الجمهوريه مش سميره، ما قلت لك نكشف الاسماء المره الجايه في نفس الوزاره. هو عنده عامين مش يكشف الاسماء، والتو عنده عامين مش يكشف. هي راهو مساله كشف الاسماء كثيره برشا. رئيس الجمهوريه شو سمعني خلينا نكمل. رئيس الجمهوريه صحيح فما الأراضي، فما نوع من التهويل ونوع من الشعبوية اللي تعودناها عنده، وفي نفس الوقت فما حاجة جديدة. هو البارح وقت اللي حط قدامه وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية معناها أعطاه دي ميساج على الحوار اللي ديريكت معناتها صواريخ للاتحاد العام التونسي بالشغل، معناها خاصه باش يقول لنا معناتها الناس اللي تحب تشارك في الحوار راهي ناس فاسدة، وهذا الفساد ديما نرجع للقانون بإيجاز. بإيجاز راهو المسألة ما تتعلقش بال 147 هكتار، يعني عدم دقة المعلومات اللي استعملها رئيس الجمهورية. يا أخي ما نتذكروش يتحدث على شخص استولى على 1500 مليار، نايب استولى على 1500 مليار، معلومة جايبها من الفيسبوك. ما نتذكروش الفصل القانوني ب 150 مليون اللي هي معلومة غير دقيقة وغير صحيحة بالمرة. ما هذه موجودة ال 147 أي دقة المعلومات. ما نتذكروش الفضيحة اللي صارت في علاقة بالحديد لما همشى وهجم على معامل الحديد وشوية برك قطاع كامل. ما نتذكروش مسألة التجسس في علاقة بوزارة التكنولوجيا الاتصال اللي جاوبوا فيها الوزير وقال له راهو المسألة ما عندها حتى علاقة بوزارة التكنولوجيا الاتصال، راهي المسألة عند ليزي ماشي عندنا احنا. وصلت الفكرة. ما نتذكروش رئيس الجمهورية يتحدث على الإدارة ويقول فحيح الأفاعي، يعني كي تدخل للإدارة التونسية تستمع إلى فحيح الأفاعي، يعني كل الموظفين ردهم أفاعي. هذا خطاب شعبوي بامتياز، يعني ما فماشي شعبوية أكثر من هذا، ما فماش ترذيل للدولة أكثر من هذا. ولكن نتذكر زاد في نفس الوقت معناتها جوهر أنه عندنا 600 ألف هكتار ولا ما يزيد من الأراضي اللي أصحاب البلاد هذوك اللي يسكنوا غادي كبدوا يشوفوا فيهم قاعدين يتكريوا بالدينار الرمزي عند ناس تنتمي إلى أحزاب ومنطق المحسوبية ومنطق الرشاوي. هذه حقائق للأسف التو متكشفتش بالوثائق ولكن ستكشف، وانت تعرف واني نعرف، وهذه حاجة شوف الناس كل 600 ألف هكتار أصحاب السهيد 750 ألف عاطل على العمل بطالة والأراضي هذه ياخذوا فيها ياخذوا فيها 147 هكتار. هذه حقيقة ومكريه ب 27 مليون ماشي فقط زور حقيقه هذه ماشي فقط 147 قلت لك عشرات الالاف من الهكتارات بنفس الطريقه. ورئيس الجمهوريه لما يقول ما نحطوهمش في خانه الحديد والواحد لما يقول مش نعملوا اطار تشريعي باش نوزعوا الاراضي على الناس، مش نوزع لهم الاراضي باثمان رمزيه ولا لا؟ طبعا مش نوزع لهم باثمان رمزيه. اي اما تمشي لاصحاب الشهيد ما تمشيش الشهيد اصحاب الشهيد من قال له هو الشهيد اصحاب يخدم على الاراضي هو. انا بذكرك شو النقاش على أصحاب الشهادة المواطنين أصحاب الشهادة والشباب والأهالي هم عندهم الأولوية خليل انتهى النقاش. خليل عباس انتهى النقاش.
نباتوا شي في الخبر هذا من سخرتاج نمشي والمونت ليزير محمد وين حركة النهضة أكد تحاول قاضي للتحقيق لمقرها المركزي هو قديش يبعد كرتاج على المونت ليزير برشا ولا شوي وهذا في إطار التحقيق فيما سمي بقضية اللوبينج اللي رفعها الوزير السابق محمد عبو. الحركة في بيان له البارح أكدت أنها تحترم القانون في الأنشطة متاحة. كيف كيف المكلف بالإعلام والاتصال في حركة النهضة عبد الفتاح الطاغوتي أكد في تصريح لي البارح لي ديوانا فهم حضور الفرقة هذه واللي طلعت على الملفات ولا بليتو المتعلقة بالبريد الإلكتروني. كيف كيف فند ما روجة قال على مواقع التواصل الاجتماعي في مسألة الاقتحام أو المداهمة كيف كيف سناء المرسني كيف كيف وقال أنه الحركة متعاونة جدا في الملف هذه. نفكر أنه قاضي التحقيق في القطب القضايا الاقتصادي والمالي تعهد في أكتوبر 2019 بشكاية من عبو واللي اتهم فيها النهضة بتعاقد مع شركة دعاية أمريكية قبل الانتخابات. في أوت 2021 زاد كيف كيف تم تداول معطيات حول تعاقد النهضة مع شركة دعاية أخرى مرة أخرى وهذه متزامنة مع إجراءات الاستثنائية في 25 جويلية. اليوم محمد في جريدة الشارع المغاربي في عددها الصادر اليوم نلقاو مقال بعنوان شارع المغاربي ينفذ إلى تقريرين عن تمويلة حركة النهضة وذي حسب المقال في 2018 و2019 تلاعب بأموال مداخيل ونفقات تبرعات ضخمة بوصولات غير مرقمة أموال الحزب في خزائن قنوات تلفزية مليارات للاتصالات والإشهار والعلاقات العامة. في المقال الذي نلقاو حوار مع القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري واللي قالت ضعف القانون ترك تمويل الأحزاب خارج رقابة المحكمة. نبهنا من تمويل الجمعية للأحزاب ونحن بصدد إنجاز مهمة رقابية في هيئة مكافحة الفساد. حذيمي محجوب، هل بدأت تتوضح الأمور في علاقة بهذه القضية اللغز قضية اللوبينج بالنسبة لحركة النهضة؟ هو الإيجابي في المسألة هو أنه أول مرة معناها ثم يدخلوا قوات معناها أمنية على حزب سياسي مقر حزب، ما عادش عندنا هيك القداسة هذيك متاع مون بليزير خط أحمر ما نعرفوش شنو صاير فيها مون بليزير وغيرها. عليه مقر النهضة كان جامع مقدس يدخلوا حد ما كانوش يدخلوا له معناتها ما كانوش يدخلوا له معناها هكا ما أنا كانت فوق المحاسبة النهضة في الفترة كانت فوق المحاسبة طبعا خاصة حين وقت اللي كانت في الفترة اللي كان فيها معناها القضاء في يد البحيري كانت فوق المحاسبة طبعا هذا النقطة باهية معناتها اللي القضاء اتحرك لكن احنا هل معناها دائرة المحاسبات خرجت التقرير متاعها عندها برشا معناها عندها توا أشهر معناها أنا الحقيقة نخاف من حاجة أنه ما نحبش كما بكري حكينا على الإفتاء يتحرك في مسار متوازي مع رئيس الدولة ما نحبوش كذلك القضاء يتحرك في دائما في مسار متوازي. برشا تسائل ويقول لك علاش اليوم علاش بعد ثلاثة شهور علاش عندنا 90 يوم محجوب. أنا الحقيقة كي سمعت رباب تحكي على اللي يخذوا معناها اللي بيسي شو اسمهم الحواسيب والبريد الإلكتروني معناها معنى الحقيقة سمحني باش نقول هالكلمة معناها سي ريديكول علاش سي ريديكول خاطر عندنا 90 يوم تي هو الإنسان وقت أنا نمكن نبعث لك إيميل اليوم غدوة نفسخه يعني محمد. بالنسبة لي كان يفترض القضاء يقوم بمداهمة لمقر حركة النهضة مباشرة ليلة 25 جويلية يوم 25 جويلية يوم 25 جويلية وقت اللي عطاو ثلاثة أيام كان نتذكروا معناتها عطلة برشا توانسة وحتى الإعلام تحدثوا على أساس باش يعملوا ديزوديت وكل شيء شنو بعد 90 يوم باش تلقى وعجبوني ان النهضه تبارك الله معناها خرجوا هكا اون بون يونيفورم تاع ناس سيفيليزي خرجوا بيان يقول لك احنا مانيش خايفين من القضاء وما عندنا ما نخبيو حذيم تدخل البي سي معناها تهز له المخ نتاعو وتخرج معناها انا نتصور ما باش يوصلوا حد شيء وساتوا معناتها ما باش يلقاو حد شيء جار بن برك يعني التدقيق هي الـ 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 يعني مش فرقة أمنية هي اللي دخلت الموبليزير هي قاضي التحقيق قاضي التحقيق طبعا لكن مرافق بأمن لا لا لا, الأمن لا 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 هو لا لا قاضي التحقيق يعني فرقة براسه مشى للمقر قضاة كلهم قضاة يعني معاش فريق القطب القضائي شو قاضي باش يهز لي بي سي معاها مو بيهز يمشي مع فريق فريق قضائي مش فريق مش في اطار تحقيق امني يعني طبعا يعني الجهه القضائيه اثنين انا ماذا بيا نقول للناس في قضايا في علاقه بهذه مساله اللوبيينغ هذه نعطيه للناس صحيح النهضه عملت دي كونترا دو لوبيينغ وفيهم اشكال قانوني فيهم اشكال في علاقه بتمويل الاحزاب الى اخره لكن ماذا بينا نعطيه للناس تواريخ العقود هذه تحطوا على عقود
وما حتى حد معطى تواريخ العقود هذه. العقود متاع اللوبينج اللي لأنه القانون الانتخابي يمنع تمويل الحملات الانتخابية بالأمال الأجنبي، والحملة الانتخابية مفهوم الحملة الانتخابية معرف في القانون الانتخابي، تنقسم إلى مرحلتين، مرحلة ما قبل البري إلكترال بري كومباني دوم 3 شهور قبل الانتخابات، والحملة الانتخابية بروبر موديت اللي دوم تقريب 19 يوم اللي هي الحملة الانتخابية. والقانون يمنع تمويل الحملات بالمال الأجنبي. أعطيو نعملوا استقصاء، نعطيو تواريخ العقود هذه. خلافا لنبيل القروي، العقد اللي عمله في اللوبينج جاء تماما في صلب الحملة الانتخابية، يعني مدة تنفيذ العقد. ثم موضوع العقد هو دعم نبيل القروي للترشح ترشحه للانتخابات الرئاسية، بالتالي ثم مخالفة انتخابية واضحة. لكن العقد اللي عملته ألفة تراس مثلا، يعني هي عيش تونسي عملته باسمها الخاص وانتهى سنة 2017. يعني مش وكأنك تعاوم في المسألة تفع فيها جوهر بمبارك. لا احكيوا على مال أجنبي جوهر بمبارك، احكيوا على مال أفسد العملية الديمقراطية في تونس. يهديكم المال الأجنبي وين استعملته؟ أولا يزمك تثبت أنه تم استعماله من طرف حزب سياسي، وأن الحزب السياسي حول أموال وارتكب مخالفات لقانون الصرف لعقود باسم حركة نهضة على نهضة أخرى في البيت مثلا. هذا خاطئ، هذا خاطئ، المعلومة خاطئة. العقود نشرت العقود في موقع وزارة العدل الأمريكية، والعقود ليس العقود تنتهي عام 2017، يعني قبل الانتخابات تاع 2019 بسنتين، يعني 3 سنين بعد انتخابات 2014 وعامين قبل انتخابات 2019. يعني بالنسبة لك هذا مسلسل استعراض فيلم؟ لا لا لا، فما لا إشكال لا لا. فما إشكال يتعلق بإثبات هل أن التحويلات هذه اللي وقعت للشركات نتاع لوبينج وقعت من فلوس توانسة يعني موجودة في تونس وتحولت إلى الخارج بطريقة مخالفة لقانون الصرف ومخالفة لقانون الأحزاب ومش في علاقة بقانون الانتخابات. الدقة الدقة مطلوبة، خليل الدقة عباس. مطلوبة واضح خليل. هو على كل انه في اعتقادي انه اللي صار في حركه النهضه امس جدا يعبر على انه التحقيق قاعد يتقدم، والاسئله اللي سالها جوهر الكل اسئله مشروعه في نهايه الامر، والظاهر انه ثم تمويلات اجنبيه جد، لانه العقد الاول كان في 2019 والعقد الاول كان في الحمله الانتخابيه ذي مثبت. ثم القضيه الثانيه اللي تعملت من بعد 25 جويليه بضعه ايام تقريبا، هو فما عقد حتى بعد 25 جويليه 21 تم الكشف عليه. هذاك الثاني اللي ثم شكون يحكي على فما 17 العقد الاولاني وفاء عام 17، يعني اشتغل من 16-17، يعني الدوريه تاع حركه النهضه اي هي 16-17، والعقد الثاني بعد 25 جويليه، يعني ساكوانسيت با في حتى عقد مع المرحله الانتخابيه. المشكله ماهيش في علاقه بالقانون الانتخابي، المشكله في علاقه بقانون تمويل الاحزاب السياسيه. ثم عقد في 19 يا جو، لا ثم عقد في 19 خليل، مش هذا موضوعنا، 17 ولا 19 ولا 20 ولا فقط الفعل القانوني والا غير قانوني، ما عندكش الحق. هذا فعل عادي في جو ديمقراطي ولا مش فعل عادي؟ عقود اللوبينج هذه شنو الهدف منها؟ الهدف هنا شفنا النتائج نتاعها، عقود اللوبينج هنا قاعدين نشوف النتائج نتاعها. النتائج نتاعها اخرها كان الاجتماع نتاع لجنه الكونغرس في المده اللي فاتت، صحيح ولا لا؟ ماهيش عقود نتاع لوبيينغ وفلوس قاعد تتعطى اللي تكشف منه واللي ما تكشفش ممكن اكثر برشا من اللي تكشف. سنين النتائج نتاعه جاور بن مبارك، خاطر نعرفوا مليح كومون سا فونكسيون. ما هو المشكل انه هذه خدمه تصير في النوار، ما تظهرش، ما تتعرفش، الوثائق تتخبى، ولكن كانت النتائج نتاعها تأجيل قمة الفرنكوفونية مثلا، ثم فلوس دفعت في الحكاية دي وسيكشف القضايا. العقود هذه تعرف مال سياسي فاسد تعرف يفسد العملية الديمقراطية ويستهدف الدولة التونسية. بالنسبة لي اللي عملوا حاكم التحقيق، سامحني، اللي عملوا حاكم التحقيق أمس هو حركة رمزية جميلة جدا، لأنه اقتحام الدخول ذلك المعبد الأزرق، لانه اللي ما كان يدور به حتى حد ما نجم يمشي حتى بحذا مقر حركه النهضه وقت اللي كانت مقراتنا تنتهك وابنائنا من داخل المقرات تضرب
وتسيل منها من الدماء. واضح. ها وزاور بحذي. واضح. نختموا بالخبر الثالث والأخير رباب شنو فيه؟ أخبرنا الثالث ما قالته رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي البارح في لايف على صفحتها الرسمية، نقطة تنويرية كما تقول هي، حكيت على ملفات التمويلات بالنسبة للجمعيات الأحزاب. قالت إنه السلطة القائمة ماهيش معنية بمكافحة الفساد، معنية ماهيش من أولوياتها. قالت إنه تم التغرير بالناس اللي خرجت نهار 25 جويلية، وإنه الحوار اللي تحدث عنه رئيس الجمهورية هو فقط لأنصاره. وإذا شنو قالت بالضبط؟ اللي ما عينهمش فيه يصبح مضيف إليش، وهذوما ملفات الفساد ما يحكي عليهم حتى حد. الفساد نتاع المليارات ونتاع الدمجه ونتاع مشروع الإرهاب ونتاع مشروع الإخوان ونتاع التمويل المقنع على وعلى المليارات هذه لشكون مشات، وعنده كل مقاليد الحكم وتحته كل القوات وتحته الدنيا الكل، وعنده القابليه انه يقول طبق الفصل 23 وكل يوم وهو يعطي في التعليمات للنيابه العموميه في زايد وفي عمل. هذوما ماهوش من اهتماماته. الفلوس والمليارات تدور وتخبط في البلاد، مازال الريزون تاعهم كامل ومازالوا مع المواطنين. غدوه تعمل انتخابات يطلعوا لك من تحت القاعه، مش كي تجيب هيئه انتخابات اللي تجيب. الفلوس كاينه ومن الخارج، انا فماش اراده سياسيه لمكافحه الفساد. احنا مانيش مستعدين ندخل في انتخابات مصر اذا رئيس الجمهوريه ماكش قاعد تعمل في حوار من اجل تونس، وماكش قاعد تعمل في حوار بالشرك مكونات الشعب التونسي. واصلا اليوم مانيش في حاجه لحوارات اللي هي ما فهمناش احنا ساعه وضعنا القانوني. راهو هذايا يتسمى مشروع شخصي باستعمال المال العام. جارب مبارك، تعليقك في 30 ثانية. يعني هو صراع على من يضرب الخصوم بأكثر شدة وبأكثر حدة، وكانوا حطينا يعني فما خصم هذا يلزم قصفه بشكل مباشر وقمعي. وفما صراع الآن بين عبير موسي وقيس سعيد، من يهاجم أكثر هذا الخصم وبأي طريقة. أعتقد أنه عبير موسي في حالة إرباك في علاقة بحركة قيس سعيد، لأنها تشوف أنه كان عندها نوع من المجال الحيوي اللي تنشط فيه هي معاداة الإسلام السياسي ومعاداة حركة النهضة، وهذا يجبلها نوع من الشعبية. وأعتقد أنه تشوف أنه قيس سعيد خطر على هذا الفونت كوميرس هذايا، على الخطاب هذايا، على التوجه هذايا، والصراع على أشده بين الطرفين في هذا الكل. الديمقراطية والبناء الديمقراطي في تونس أين هو من هذا الصراع؟ هذا هو السؤال. حذامي محجوب. هو الحقيقة ديمقراطية أول شيء تتطلب التعددية، لذلك معناتها كيما نسمعوا عبير موسي، كيما نسمعوا معناها هالجمعيات، كيما نسمعوا حركة النهضة، يزن الكل نسمعوهم وفما عنا عقل معناها نميزوا به. لأن عبير موسي وقت اللي قدمت البارح الهجوم، يعني الذي اعتبرته هجوم على رئيس الجمهورية لأنه خذ منها فوند كوميرس وكل بون نتجاوزوه هذايا، المهم هو أن أنا اللي شفت، ما شفتش عبير موسي كخصم لقيس سعيد، شفت عبير موسي شنو هو اللي تقدمه، شنو هي يعني الوثائق وشنو هي البراهين والحجج اللي تقدمها. فما خيمات دعوية بالمعنى، ليس بالمعنى الديني، بمعنى نجم انطلقنا من الأخونة إلى الشعبوية. فما خيمات فيها مبشرين يتكلموا بصوت الرئيس قيس سعيد، يفسروا فيها البرنامج الجديد متاعه، هل البناء التصاعدي ولا القاعدي ولا المجالسي وكل. المهم فما كونفوزيون كبيره في البلاد، ويلزم الرئيس قيس سعيد يخرج واضح ويوضح لنا ويقول لنا هالجمعيات هذه شنية، فما جمعيات وفما فلوس واضح وفما شباب، واحنا عندنا شباب وعندنا اولادنا وكل، ويحكي لنا حتى على الانترنت. وانا اخشى ما اخشاه الحوار كي يبدا سور الانترنت، معناتها فما انتخابات يعني امريكيه وقع اختراقها، الحوار هذا في المنصات زعما يوقعش اختراقه. وان كان البعض يتساءل اللي عنده ترونت كيف ما يحلالك زيديني رئيس الجمهورية. شكرا لك رباب فرجاني. احنا مازلنا واصلين في برنامج هنا تونس مع الثلاثي جوهر بن مبارك، خليل عباس، حذامي محجوب، راجعين بعد موجز الأخبار. زيدي في دلال.